أعتقد أن أكثر دولة من المحتمل أن تلعب هذا الدور هي إسرائيل، نظرا لأن لديهم علاقات جيدة للغاية مع روسيا ولديهم علاقات جيدة للغاية مع الغرب، وبالتالي لا ينظر إليهم كطرف في هذا النزاع. إذن لديهم القدرة والثقة والموثوقية التي تجعلهم وسيط جديد بالثقة. يليها تركيا، كذلك أيضا لديها وزارة خارجية فعالة للغاية، لكن نظرا لأنهم قاموا بمنع دخول السفن العسكرية وهذا كان قانون صحيح تطبيق لاتفاقية مونتريال، قد ينظر إليهم على أن لهم دور إلى حد ما في هذا النزاع. والدولة الثالثة كوسيط هي فرنسا. بسبب بكل صراحة أعتقد أن ماكرون هو يقوم بوضع أو بتمهيد الوضع لنفسه قبل الانتخابات، فمن ليس من المحتمل أن ينظر إليه على أنه ممثل للغرب فقط، بل قد ينظر إليه على أنه معارض لروسيا.